دخل وراه المدرسة في حجرة النظر والسكرتاري ودبح مراته، وراح مطلع السكينة في ظهر مراته دب 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 دب. وقدام مين؟ قدام بنته اللي عندها 4 سنين. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة. طبعا مدينة الغردقة دي مدينة سياحية. مدينة الغردقة على فكرة فيها مجموعة من القرى السياحية على البحر مباشرة، تحفة، مزار سياحي جميل. إنها تحصل جريمة قتل بالبشاعة دي كان جريمة غريبة شوية. إيه اللي حصل؟ زوجة محترمة جدا اسمها عزة، متجوزة مدرس في إحدى دول الخليج. عزة متجوزة مدرس في إحدى دول الخليج. احنا عارفين طبعا الفلوس، الغربة ما بتخليش الواحد يقعد سنة واثنين وثلاثة يقول كفاية، لا بيبقى عايز يقعد سنة واثنين وعشرة وعشرين يقول لك فلوس جيالي، وفي نفس الوقت انا في مصر ومصر ما خلاص لا شغل ولا مشغل، الدنيا واقفة. المهم حصل خلافات بين الزوجة والزوج. الزوج اسمه محمد والزوجة اسمها عز، والاتنين صغيرين في السن لكن عندهم اولاد صغيرين. دبت الخلافات بين الزوج والزوجة. الزوج عصبي دايما على طول، متهور، متشدد في كل شيء، زي ما بنقول كده باللغة الدارجة ما يتعاشرش. فالناس قالوا زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف، يا محمد طلق عز. طب العيال؟ العيال بقوة القانون يا أستاذ محمد، يا مدرس، يا طرباوي، يا محترم، القانون بيقول إن الولاد تبع الأم. أنا أتحرم من ولادي؟ طب ما أنت مدرس في الخارج، لما تنزل مصر بشوف ولادك. فأصبحت الأم هي اللي معاها الأولاد. الأم أول حاجة عملتها خدت حاجة اسمها الولاية التعليمية، بتروح للمستشار في المحكمة بتقول له أنا مطلقة وعندي أولاد، عايز أروح أقدم لهم في المدرسة اللي جنب البيت، وأنا عايز أمسك الولاية التعليمية. والقانون بيقول الأم هي اللي تاخد الولاية التعليمية، يعني الأب لا يقدر يقدم في مدرسة ولا يقدر يسحب ملف ولا يقدر يجيب، ولا حد يقدر يجيب الكتب لأولاده، الأم هي اللي ملزمة بالموضوع. على طول بتاخد حاجة اسمها الولاية التعليمية. عزة عندها بنتها لسه عندها 4 سنين، 4 سنين بيقدموا لها في حاجة اسمها كي جي ون، بعد كده كي جي تو، وبعد كده تدخل سنة أولى ابتدائي، ده المعروف. فبنتها 4 سنين و6 شهور، 4 سنين و5 شهور، فراحت تسأل عشان تقدم لها في كي جي ون، الأب في المدرس في الخليج. فلقت مدرسة اسمها مدرسة الأحياء المتميزة للغات الرسمية، دي مدرسة على فكرة حكومة بس اسمها كده، مدرسة الأحياء الرسمية المتميزة للغات، دي شمال الغردقة على فكرة، في شمال الغردقة، مدرسة كويسة أوي. فراحت الأم واخدة شهادة الميلاد، وواخدة ورق رجبته هي من الملف وملياه، ورايحة تقدم لبنتها في مدرسة الأحياء الرسمية للغات في شمال الغردقة. دخلت المدرسة، دي بنتك، ازيك يا مدام، اخبارك يا حبيبتي، وانت عندك كام سنة، وبيتكلموا مع الطفلة وخدوا الملف وقاعدين بيسجلوا البيانات. الزوج اللي جاي اجازة، بيقضي اجازة عشان يسافر، خلاص الدراسة في شهر 9، نازل اجازة علشان يقعد يومين ثلاثة بدل ما يقعدهم مع أولاده، ولا يطلب يقابلهم، ولا يجيب لهم هدايا، كان بيراقب مراته وهي واخدة بنتها وداخلة مدرسة الأحياء الرسمية المتميزة للغات. هي دخلت المدرسة وبتتكلم مع السكرتارية والمدرسين بتقدم لبنتها، وفوجئوا بالزوج راح داخل. فبيقولوا نعم في حاجة؟
فقال لهم دي بنتي. فطلقته قاعدة فقالت لهم دي ده طليقي ودي بنته وانا جاد. فوجئت الام وهي قاعدة بالزوج او بالطليق راح مطلع سكينة وقال لها انت كده ولايتك خلصت. يعني ولايتك خلصت ولاية التعليمية. وراح مطلع السكينة بظهر مراته دب 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 دب. طبعا وسط ذهول مدير المدرسة والمدرسين دخل وراها المدرسة في حجرة النظر والسكرتارية ودبح مراته دبح طليقته وقدام مين؟ قدام بنته اللي عندها 4 سنين كانت بتصرخ ماما 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 والبنت للأسف الدم ملأ ايديها وبتحضن امها امها وقعت على الارض. فالبنت رمت نفسها على امها وبتحضن امها والمدرسين عايزين ياخدوا البنت بعيد والبنت ميتة على امها مش عايزة تسيبها وامها ميتة. طب والنبي ده اب ده تبدأ كان ينفع زوج يبقى كانت لازم الزوجة تسيبه من زمان. فعلا الإنسان كل الناس قالت لا يعاشر عصبي جدا بيضربها بيشتمها بيهنها. وده نتيجة ان احنا للأسف الأب والأم اللي بيجي عريس لبنتهم ما بيسألوش عن أخلاقه ولا طباعه. عنده شقة هيجيب دهب بقد ايه؟ هيفرش مستريح في الخليج ما حد سأل يا ترى أخلاقه ايه؟ متدين مش متدين عصبي نفسيته عامله ايه؟ لا احنا اول حاجه بنسالها عنده شقه هيقدر يفرش بياخد كم مرتب هيقدر يفتح بيت. مفيش حد بيسال اخلاقه ايه طباعه ايه. بقت كل حياتنا الماديات عنده شقه عنده وظيفه يقدر يفتح بيت عيلته مين لكن اخلاقه ايه متدين ولا مش متدين ابن اصول ولا مش ابن. لا الحاجات دي محدش بيسال فيها. فعزة اتجوزت شخص متوفر فيه كل الشروط اللي احنا بنقول عليها عنده شقته مدرس في الخليج معاه يفرش فلوس على قلبه قد كده يبقى هو ده. لكن لما اتجوزته بقى فوجئت بيه ان هو انسان لا يعاشر عصبي شتيمة سب قذف ضرب خلفت منه ما قدرتش تعيش معاه اتطلقت. طبعا الانسان زي ده عصبي نرجسي ازاي تاخد مني بنتي ازاي تاخد الولاية التعليمية. فضل نازل من الاجازة بيراقبها لغاية الساعة 8 الصبح مشي وراها دخل وراها المدرسة ودب دب دب. طبعا اولياء الامور كان جايين يقدموا لبناتهم واولادهم السكرتارية مع الفراشين مع مدير المدرسة مع لفيف المدرسين الموجودين راحوا ماسكينه وراحوا واخدين السكينة منه واتصلوا بالاسعاف. الاسعاف جت قال لهم ده واخدة 8 طعنات منهم طعنة في الرقبة ميتة في الحال. جات الشرطة عملت كده ليه؟ قال لك طلقتي. في اللي بيقال بقى ان هي مرضتش ترجع له وفي اللي قال ان هي اتغاظت لما اتقدم لبنت في مدرسة جنب بيتهم اللي هي الولاية التعليمية وفي اللي قال لك كل همه ان هو ينتجم منها ازاي ان هي تطلب الطلاق مني ولما اتطلقت كان نازل من الخليج عشان يقتلها. مثل الجريمة اعترافات تفصيلية والسكينة كانت في قلب مدرسة الأحياء الرسمية المتميزة للغات. هنقول ايه؟ لله الأمر من قبل.